السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض الابليكيشن على كونتينيوتي وبرنولي اكويشن، وهنشوف قد ايه هي بسيطة والتعويضات فيها بتبقى دايركت على طول. هنبتدي بأول اكزامبل. لما يكون عندي تيوب بالشكل ده، ليها قطر كبير في اتجاه، وبعد كده بتتقسم لأنبوبتين بأقطار تانية مختلفة، وطالب مني ان انا اجيب التيسي تشارج او الفلو تيسي تشارج عند النقطة سي والتيسي تشارج عند النقطة دي، وايضا طالب الفيلوسيتي عند كل نقطة منها. هنبتدي ازاي؟ خلينا نفتكر مع بعض ان انا عندي ان الماس conservation mass بتقول لي ايه، او المبدأ بتاع الـ continuity equations بيتكلم عن السريان السائل في تيوب معينة، وان السريان ده مستمر طالما هو مستمر، وبالنسبة لي الـ ideal flow فالـ discharge بتساوي الـ area في الـ velocity الخاصة بالسائل ده. وطبقا للـ مبدأ ثبات الكتلة فبتقول ان الماس انتر ايكوال الماس اوتبوت، او الفلو اللي داخل بيساوي توتال الفلو اللي خارج، وهو ده اللي احنا شايفينه معانا وهنبتدي نطبق عليه هنا في الاكزامبل ده. انا عندي كمية التشارج اللي داخلة من النقطة A هي تعتبر التوتال، وبعد كده بترجع تتفرع في انبوبتين عند سي وبي ودي، وبرده مبتدئه وفي نقطه كونكشن ما بينهم هما الاثنين وما بين الستارتنج بوينت ايه عند النقطه بي، ومديني الدايمتر والفيلوسيتي في الانتر، ومديني بعض البيانات التانية. طب انا ابتدي حل ازاي؟ اول حاجه حضرتك اكتب لي كونتينيوتي ايكويشن، معادله الاستمراريه، بتقول ايه؟ بتقول ان الكيو ايكوال الاريا في الفيلوسيتي بتاع السائل دوت، وان الكيو ان ايكوال الكيو اوت اللي هي كيو واحد بتساوي الكيو اتنين. طب الكيو ان اللي هي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في دخول الديسي تشارج عند النقطة ايه، والكيو اوتلت هي بتتمثل في النقطتين سي ودي ودي. يبقى اذا الاريا A1 V1 ايكوال ال A2 V2 بلس A3 V3. هنعتبر يعني ان الانبوبة اللي هي بتنتهي الانبوبة BC هي 2 والانبوب BD هي 3. طب خلينا عشان ما ندوش من بعض نبتدي مع بعض خطوة خطوة. هذا اللي احنا كنا بنتكلم عنه دلوقتي، ان انا لو عندي ديسي تشارج داخل من الستارتنج بوينت 1 هو بيساوي الديسي تشارج الخارج عند النقطة 2، واللي بيتغير معايا هي الاريا والفلوستي بتاعت خروج السائل نفسه من الاوتلت اللي عندي. تمام. طب خلينا نطبق، ودي مراجعة بسيطة برضو على معادلة الاستمرارية. بتعتبر ان معادلة الاستمرارية ان عملية السريان للمائع بتبقى مستمرة، والكتلة اللي بتمر عند اي نقطة او اي مقطع في وحدة الزمن بتبقى ثابتة. تمام. وكلامنا ده في الوان دايمنشن. طيب يبقى اول خطوه في الحل ابلاينج كونتينيوتي ايكويشن، هنطبق معادله الاستمراريه اللي هي بتقول ايه عند الانتر الكيو ات بوينت A ايكوال الاريا في عند النقطه A في الفيلوسيتي عندها. طب الاريا بتاعت التيوب بما انها تيوب سيركلر هتبقى عباره عن باي دي سكوير على الاربعه في الفيلوسيتي، وهو مديني الديامتر ومديني الفيلوسيتي، يبقى انا جبت التوتال تيسي تشارج، اصبح عندي التوتال تيسي تشارج. وبما ان الداخل بيساوي الخارج، يبقى الكيو عند التيسي تشارج ات بوينت A ايكوال التيسي تشارج ات بوينت C بلس تيسي تشارج ات بوينت D. تمام. وهنعوض بقيمه كل من التيسي تشارج بقيمه الاريا والفيلوسيتي اللي داخل عندها. هنشوف بقى المعلوميات اللي موجودة عندي. اول حاجة عن التيسي تشارج عند النقطة دي، انا عندي الفلوستي وعندي الديامتر، يبقى اقدر اجيب التيسي تشارج اللي خارج من النقطة دي.
فنرجع تاني نعوض في المعادلة اللي احنا كتبناها، بما ان عندي total case charge عند النقطة ايه اللي هي 0.286 equal ال case charge at point C plus ال case charge at point D اللي احنا لسه حاسبينها دلوقتي اللي هي 0.143. فبالتالي هقدر اجيب ال case charge عند النقطة C. واضحة يا جماعة؟ case charge اليونت بتاعتها ايه؟ كيوبيك متر بير سكند، كيوبيك متر بير سكند، علشان احنا كان عندنا كويس في المحاضرة اللي فاتت وفي بعض منكم حلها. تمام. تاني حاجة، هو طالب الفيلوسيتي عند كل من ال C و D. ال C و D C سوري وال B. هنرجع تاني نعوض في معادلة الاستمرارية اللي هي بتقول ال discharge بتساوي ال area في الفيلوسيتي. فبمعلومية ال discharge عند النقطة C وال area في التيوب نفسه في الأنبوبة بتاع C، هقدر أجيب ال velocity. الاريا بتساوي باي دي سكوير عند الدايمتر الخاص بالتيوب سي والتي سي تشارج عند النقطة سي، يبقى اقدر اجيب الفيلوسيتي ات السي، وبالتالي اقدر ان انا اجيب الفيلوسيتي ات البي بنفس الطريقة. تمام. هتلاحظ ايه حضرتك هنا؟ الفيلوسيتي ات البي والسي وال دي اقل من الفيلوسيتي عند ال A. ليه؟ مع لان احنا عندنا دلوقتي انا ال case charge طالما ثابتة، لكن ال area عندي بتختلف او ال diameter بيختلف، فانا عايزة اطلع نفس كمية ال case charge، فبالتالي في تناسب علاقة طردية ما بين ال area والفيلوسيتي بتاعتها. انا لو كبرت الديامتر الفيلوسيتي بالتالي هتقل، والعكس صحيح. تمام. ده كده تعويض مباشر، واعتقد ان هي واضحة وبسيطة. يبقى تاني يا جماعة، انا لو جات لي سؤال بالشكل ده او باي شكل تيوب، ما ممكن يكون متفرع منه 3 4 5 whatever هيكون الافرع بتاعته ايه، انا عندي الكونسبت واحد، الفلو ريت اللي داخل بيساوي الفلو ريت اللي خارج، وبشوف اقرب علاقه ما بين نقطتين اساوي الفلو ريت عند النقطه سي مثلا ايه بتساوي الفلو ريت عند النقطه بي. في بس حاجه قلتها يعني بصححها بس دلوقتي، احنا اتكلمنا في حته ان عندي التيس تشارج بتساوي الاريا في الفيلوسيتي، وقلنا ان الفيلوسيتي بتتناسب بشكل طردي مع الاريا بتاعه التيوب اللي هو ماشي فيها. بمعنى ايه؟ طالما عندي ثبات للماس للكتله او للفلوريت اللي داخل، فبالتالي انا عندي لو انا غيرت في بارامتر من اللي موجود عندي زي مثلا الاريا عندي كبرت، يبقى بالتالي الفيلوسيتي عندي هتقل. العلاقة سوري عكسية وليست طردية، يعني هي طردية ان ده بيتغير ده هيتغير، ولكن بزيادة الاريا او الديامتر بتاع التيوب بتقل السرعة اللي ماشية فيها. اوكي. عند نفس الكيس تشارج اللي داخلة، عشان بس ايه ما يحصلش كونفليكت للناس في النقطة دي. وهنا واضح معانا انا عندي الفيلوسيتي عند النقطة ايه كانت بقيمتها بواحد وثمانية من عشرة، ولكن الفيلوسيتي عند النقطة بي بعد ما طلعنا القيمة بتاعتها كانت قيمتها باربعة واربعة من مية متر بير سكند. شايفين الفرق؟ مع الديامتر قل الفيلوسيتي عليت معايا، الديامتر قل الفيلوسيتي بتعلى معايا، علشان في عندي ثبات للكتلة اللي داخلة او الفلو ريت اللي داخل واللي خارج، الاثنين بيساووا بعض. يبقى مجموعة الطاقة مجموعة الفلو ريت اللي داخل بيساوي مجموع الفلو ريت اللي خارج، يبقى ال Q at point A equal ال discharge at point C plus ال discharge at point B. ده كده ملخص ال example ده. طب خلينا ناخد مثال كمان ونشوف ايه ممكن يكون شكل السؤال بيجي عامل ازاي، وانا ابتدي اشتغل عليه ازاي.
في الاكزامبل ده طلب مني التيسي تشارج والاتش الارتفاع، تيسي تشارج والهيد اللي هو الاتش. عندي تيوب في فلو داخل من نقطة وخارج من النقطة الأخرى، فأنا هطبق برضو الكونتينيوتي ايكويشن ما بين النقطتين الدخول والخروج، تمام؟ وخلينا نشوف ايه اللي أنا هطلعه وايه اللي أنا هقدر أوصل بيه فيه. فأنا عندي الكيو أو الديسشارج ات بوينت 1 ايكوال الديسشارج ات بوينت 2، فبالتالي area 1 v1 equal area 2 v2. لو انا عوضت بقيمة الاريا باي دي سكوير على الاربعة وبساوي القيمتين ببعض، فانا عندي ايه الكومن في ما بين الطرفين؟ هو الباي والاسم على الاربعة، فانا هشيلهم مع بعض هيصبح عندي الدي سكوير. يبقى دي 1 سكوير في الفي 1 equal دي 2 سكوير في الفي 2، تمام؟ انا عندي الديامتر الدخول والديامتر الخروج موجود بوينت 1 وبوينت 05، عوضنا عليه، يبقى انا جبت علاقة ما بين فيلوستي الدخول وفيلوستي الخروج. بمعنى ايه؟ يعني انا جبت قيمة السرعة عند النقطة 2 بدلالة السرعة عند النقطة 1، تمام كده؟ تمام. تاني خطوة هعمل ايه؟ هدخل معايا برنولي ايكويشن عشان اقدر اجيب الفيلوسيتي اللي انا دلوقتي جبت واحدة بدلالة التانية، فهطبق برنولي ايكويشن عند النقطتين نقطة 1 والنقطة 2. من تطبيق برنولي ايكويشن طبعا هساوي الاثنين بعض، لان برنولي ايكويشن بتتكلم في ان ماس الانرجي الكونسرفيشن انرجي عندي ثابته، مجموعه الطاقات اللي داخله بتساوي مجموعه الطاقات اللي خارجه. طب برنولي ايكويشن بتقول ايه؟ مجموعه الطاقات اللي داخله اللي عباره عن ايه؟ طاقه الوضع وطاقه الحركه وطاقه الضغط. طاقه الضغط عندي اللي هي بتتمثل في البريشر على الجاما. انا عندي البريشر، عندي البريشر، مديني البريشر عند النقطة 1 اللي هي بتساوي 85 كيلو باسكال على الجاما، اللي هي 9810. طيب كيلو باسكال انا هحولها للباسكال، فهضرب في الالف على طول. تاني حاجة هي طاقة الحركة. طاقة الحركة توصلنا اللي هي في الاخر بتساوي ايه؟ بتساوي في 1 سكوير في سكوير على 2 جي. عند الفلوستي عند النقطة 1 هجيبها زي ما هي هتبقى V1، ولكن عند النقطة 2 فهتكون هنعود عنها بدلالة ال V1 علشان يبقى عندي مجهول واحد في الإكويشن. تاني يبقى عندي V1 سكوير على 2G، الجي اللي هي قيمتها 9.81 اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، زائد طاقة الوضع. طاقة الوضع عندي بزيرو علشان انا ارتفاع عن التيتم عندي هنا بزيرو. طب عند النقطة 2 البريشر عند النقطة 2 هو معرض للضغط الجوي ايكوال زيرو، فانا هعوض عنه بزيرو. هنعوض بقيمة الفيلوسيتي في الترم اللي خاص بطاقة الحركة بالفيلوسيتي عند النقطة 1 اللي هي بتساوي 4v1 سكوير اللي جبناها في السلايد اللي فات من الكونتينيوتي ايكويشن. وخلينا دايما فاكرين او عارفين او حاطين في دماغنا ان المعادلتين بيمشوا مع بعض، بارلل مع بعض. يعني لما بيبقى في عندي كذا مجهول في او مجهول في مسألة، فانا هقدر اجيب حاجة بدلالة التانية والاتنين بعوض عنهم في نفس المسألة عشان اشوف اجيب ايه بدلالة ايه علشان يبقى عندي مجهول واحد في الاكويشنز اللي موجودة عندي. الزد 2 بتساوي ايه؟ هي ارتفاع النقطة 2 عن الديتم اللي هو الديتم عندي يعتبر عند النقطة 1، فكان الزد 1 بزيرو لان انا افقي وارتفاع عن نقطة 1 هو زيرو، يعني هي عند انا خدت الديتم عند النقطة 1، فبالتالي كان الزد 1 ايكوال زيرو. ولكن الزد 2 بتساوي ايه؟ بتساوي 0.8 ارتفاع النقطة 1 عن الديتم بتاعي اللي هو النقطة 2 سوري عن الديتم بتاعي اللي هو النقطة 1 بيساوي 0.8. هنعوض في المعادلة
هنقدر نجيب ال V1 بكل سهولة، وبالتالي هعوض في الإيكويشن الأولى أقدر أجيب ال V2، يبقى أنا كده جبت ال velocity. تمام، التسيت شارج أجيبها إزاي بقى؟ نرجع تاني نعوض في ال continuity equation اللي هي التسيت شارج عبارة عن ال area 1 في ال V1 أو ال area 2 في ال V2 زي ما أنت عايز، ما هو الاتنين بيساوي بعض، الدخول بيساوي الخروج. فعوضنا بقيمة ال velocity عند النقطة 1 والديامتر اللي موجود عندي عند النقطة 1 اللي هو 0.1، جبت ال area ومن خلالها جبنا ال تسيت شارج. يبقى ده كده أول requirement مطلوب عندي. تاني مطلوب عندي إن هو طالب ال H، ال H اللي هو الارتفاع من النقطة 2 للنقطة 3، يبقى هطبق برنولي equation ما بين النقطة 2 والنقطة 3، والديتم بتاعي هيكون النقطة 2. تمام؟ طيب هنساوي مجموع الثلاث طاقات ببعض. البريشر عند النقطة 2 بيساوي البريشر عند النقطة 1 equal 0، فالتو تيرم هيروحوا مع بعضهم، والزد 2 بتساوي 0 لان انا عندي الثيتم اصلا عندي 2، فالارتفاع من النقطة 2 للنقطة 2 بتساوي 0، فالترم هيبقى عندي عبارة عن V2 سكوير على 2G بتساوي الترم الثالث اللي هو الزد 3 اللي هي عبارة عن ال H، وبالتالي هقدر اجيب ال H اوريدي. خلاص انا بقى عندي ال velocity وعندي ال وعارفة عجلة الجاذبية، هعوض تعويض مباشر، فهقدر اجيب قيمة ال H اللي هي قيمتها ب 8.37 متر. تمام كده واضحة؟ اعتقد ان التطبيقات يعني سهلة وكلها تطبيقات يعني تعويض مباشر جدا، سواء في continuity equation او برنولي equation. مجموع الطاقات في عند النقطة، لو انا بقارن ما بين نقطتين عند النقطة 1 بتساوي نقطة 2، فبساوي مجموع الثلاث طاقات ببعض. اوقات كتير بيبقى فيه ترم مش عارف اجيبه، غير لو انا جبته بمعلومية حاجة تانية او بدلالة حاجة تانية بتطبيق ال continuity equation، وهي continuity equation او الماس conservation ليها علاقة بالانرجي conservation، مبدأ ثبات الكتلة وثبات الطاقة ومعادلة الاستمرارية، هما الثلاثة لا يتجزأوا من بعض. ان شاء الله في السكشن هتاخدوا solved example تانية على continuity وبرنولي equation، والدنيا هتبقى اوضح وابسط باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله.